كاين شي حاجه رمضان كاين ان شاء الله ومع دنيا، ولكن ما غاديش نبغي نقولها، نخليها سربرايز اللي بغينا نقول. سو كاينه شنو رايك في هادشي اللي كنشوفو في تيك توك مؤخرا؟ شوفي كل واحد كيفاش كيترزق الله، بنادم يدبر راسو غير ما ياديش خو المسلم، صافي سالينا. كل واحد عنده طريقه ديالو ديال العيش ونمطيه ديالو ديال العيش. انا كنقول بانه غير مثلا ما يكذبوش على الناس بزاف، ما يقولوش لك حنا راه كنشدوا 70000 دولار في الشهر، يبداو يلعبوا البنات الصغار بعقلهم المراهقات باش انهم يدخلوا التيك توك. على ما خافيه كان اعظم في اللايف ديال التيك توك. كاينه ماشي ضد التيك توك، يعني ما عندهاش مشكل ديال اللايف. شوف شوف انا الجمهور ديالي كاين في تيك توك، كاين في انستغرام، كاين في اليوتيوب، كاين في الزنقه، كاين في التلفازه، كاين على برا، كاين في المغرب، ففين ما كان الجمهور ديالك خصك تكون حتى نتايا.